السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في تغطية جديدة من برنامج صناعة مستثمر ناجح وأنا محدثكم زياد الدين من مركز بيت للتدريب والتطوير أولا إذا الصوت واضح أريد Q&A تكتبوا الصوت واضح حتى ننطلق في هذه التغطية إذا الصوت واضح يا ريت أنكم تبلغوني أن الصوت واضح حتى ننطلق في تغطية اليوم اوكي، شكراً جزيلاً. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في تغطية جديدة من تغطيات برنامج صناعة مستثمر ناجح وأنا محدثكم زياد الدين متداول ومدرب مركز بيث للتدريب والتطوير. في البداية وقبل كل شيء إذا بتريد محتوى تدريبي، محتوى تعليمي، استشارات أفكار تداول مضاربة استثمار كل هاي الأمور أنا ننصحك أنك تتواصل معنا على wealth center الويب سايت تظهر هنا وجميع الروابط واللينكات وأرقام الهاتف تجدها على الويب سايت أه ببساطة شديدة راح تكتب wealthcenter.net يفتح لك الموقع بهذه الطريقة أه كورسات مسجله موجوده مقالات موجوده بتشوف التيم اللي واقف عليه بتشوف باقي الامور والاماكن بتاعنا وهنا الارقام موجوده في الاسفل بتشوف كذلك الدورات اللي بنقدمها وبتشوف كذلك العروض المختلفه من دورات فرديه حضوريه دورات فرديه عن بعد مسارات تعلم شامله وحتى الفيديوهات المسجله او الكورسات المسجله فهذا فيما يخص مركز ويلز للتدريب والتطوير واللي يقوم على ما له علاقة بكل ما هو أكاديمي فيما يخص المسابقة تذكر فيه واحدة حقيقية وواحدة بالحسابات التجريبية الحقيقية على الاكس تي بي حسابات حقيقية بدأنا في 29 سبعة من ينجح العشرة الأوائل يتأهلون كحسابات نسخ مع جوائز مالية كثير 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 جميلة المالية أما مسابقة الحسابات التجريبية ما عليك إلا أنك تطلب حساب تجريبي عبر الدعم لما تطلب حساب تجريبي سيكون لديك حساب بهذه الطريقة في فاند معين وستقوم وراح تداول على هذا الحساب وكذلك راح يتم الترتيب والفائزين العشر الأوائل يتأهلون للحصول على حساب اختبار من فئة 25 ألف دولار من ماتريك سي آي وكذلك أفضل المتداولين سيتأهلون كذلك حسابات نصر قناة التنبؤ One Month for Free المسابقة يمكن تدخلها في أي وقت تريد من الشهر أي وقت من الشهر يمكن أنك تدخل هذه المسابقة تقدر بشكل عادي ولكن على أساس تتأهل يجب أنك تكون داخل قبل الأسبوع الأخير من نهاية المسابقة هذا هو الشرط الوحيد حتى تتأهل أما تدخل الأسبوع الأخير للمسابقة بالتم تجاول ما فيه مشكل ولكن حتى إذا كنت في العشرة الأوائل ما تحصل على جائزة حتى الشهر اللي بعده أو المسابقة بتاع الشهر اللي بعده المسابقة فيها ما يسمى الكوميليتر بروفيت كالكوليشن هذه وبالتالي انت ما عليك فقط انك تتداول بحذر وتنمي الحساب بتاعك ستيب باي ستيب وفي كل مره وفي كل شهر عشرة الاوائل يتم تكريمهم ثم نسحبهم من الليست او نسحبهم من المسابقه وهذا يفتح المجال امام العشر المتداولين اللي بعدهم وهكذا تعاد ترتيب او يعاد ترتيب هذه المسابقه حسابات الاكس تي بي ديمو uh, تشتغل لك مده شهر وتتوقف فبالتالي لا يمكن تطبيق الكيمليت بروفيت كالكوليشن لهذا ننصحك انك تسوي ماتريكس اي حساب تجريبي هذا اذا كنت في جزء الحسابات التجريبيه نفترض انك تداولت في الشهر الاول حققت 20% الشهر الثاني لما تبدأ تبدأ على طول بنفس الحساب وبالتالي تبدأ على طول ب 20% وتكمل تداول وهذا يفتح أمامك فرصة كبيرة أنك تؤهل كتوب تان وتحصل على الجوائز التي وعدناكم بها حتى أصحاب الحسابات التجريبية يمكن لهم أن يتأهلون كحسابات نصف بنقدم لهم حساب من عندنا بيداولوا عليه وبيستفادوا من نسبة مئوية. لصالحهم اذا تم النصب عليهم مشاركه اداء المتداولين احنا عملنا على منصه ماتريكس سي اي كومبيتيشن لدينا ما يسمى بالحسابات التجريبيه والحسابات الحقيقيه اولا في الحسابات التجريبيه هاي الحسابات اللي موجوده هنا كلها حسابات تجريبيه والمتداولين هنا عندهم حسابات تجريبيه المرتبة الأولى ما زال يوسف من الجزائر بيسيطر على المرتبة الأولى بنسبة عالية جدا أه بعد الدروب القوي اللي صادفه المرة السابقة بنشوف على الأقل أنه يعيد ويحاول يشتغل مرة ثانية ويعدل الكفاءة لصالحه ولكن ما زال الأداء بتاعه جدا فبالتالي أموره تمام مورتي كذلك من الجزائر بنسبه اداء 400 بيتم في عمليه الصعود اللي عاملها رغم الدروبس القوي اللي كان عنده في الاول ومرات عديده يخسر يعني طريقه اغريسيف الى الاسفل ولكنه مستمر في النمو باتجاه الاعلى ماد بانز هو المتداول الثالث الموجود هنا و يحقق نسبة نجاح 129 أسماء بنعرفها سابقا آه ودائما ما كانت موجودة في التوب آه تان عائشة كذلك بنعرفها سابقا ودائما موجودة في التوب تان فيصل كذلك تطرقنا إليه البارحة ودائما لطالما كان موجود في التوب تان فقط حصل على وحدة دروب نوعا ما باتجاه الأسفل في يوم 8 أغسطس في تداولات اليوم فبالتالي يا فيصل كن آه يجب ان يكون دروب زي كذا وترجع مره ثانيه يعني ما ما يستوي دروب كبير وضع العالم الله يرضى عليك حتى نعرفك سيف الطنيجي هذا هو مشكله حساب الاكس بي انه بيختفي بعد شهر لهذا تعالوا وطلبوا الحساب هذا وسوي فيه عمليه تداول بتاعك وقرا عمليات التداول بتاعك وشوف الاداء بتاعك وهذا الحساب يظل عندك ولا واحد يمكن انه يسحبه منك فلهذا ننصحكم انكم في الحسابات التجريبيه كلكم تنتقلوا الى حسابات ماتريكس اي محمد السعدي كذلك دائما كان موجود ونفس الطريقه الحساب بتاعه انتهت صلاحيته ريم الطينيجي هي الاخرى موجوده كذلك معنا أه ونسبه او ريم كذلك تداول معنا في الحسابات الحقيقيه سالم الكعبي في المرتبه العاشره وكايند اوف دروب باتجاه الاسفل ولكن ما زال محافظ على أه ترتيبه ب 20% نسبه ألا افضل الصفقات العشره الاولى كانت كلها في المزداك وما زال الذهب يتم تداوله ب قوة ولكن نشوف أنه نسبة الصفقات حتى الذهب وحتى النازداك قلت هذا دليل على أن الكثير من المتداولين غلقوا صفقات سالبة بسبب أوضاع السوق اللي كانت صعبة بين الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع فبالتالي حذاري وحذاري هذه هي مرحلة الحسابات أو مرحلة مسابقة الحسابات التجريبية بنشوف مسابقة الحسابات الحقيقية وبنقرأ ما عندنا هنا كل المتداولين هنا في الأول وفي الأخير بيستعملون حسابات حقيقية فبالتالي ما تراه هنا هو التداول حقيقة وبحسابات حقيقية نعيمة هي من تسيطر على المركز الأول رغم الدروب اللي وقع لها ولكنها مازالت مسيطرة في المركز الأول. أظن أن البارح يمكن أنني أفتح وول سنتر قناة اليوتيوب اراويكم شيء من البارحة هذه هي المسابقة بتاع البارحة وفي هاي النقطة قلت أنا لما الشخص يوصل إلى مئة بالمئة ليه بخاطر أصلا في الأساس ما دام أن عنده نسبة مئة بالمئة أو أكثر نعيم البارح كانت في نسبة مئة وخمسة عشر بالمئة اليوم حسابها تراجع إلى سبعة وخمسين بالمئة فبالتالي في عملية التداول يجب أن تكون حتى أنت استراتيجي بحيث أنك تداول لو ريسك لا حسيت أنك في مرتبة جميلة أو في مرتبة طريقة حلو هذا هو هاي نعيمة معانا أداة بتاعها حصلت على دروب ابتداء من الأسبوع الماضي محمد السعدي اللي شفناه تو في الحسابات التجريبية موجود معنا في الحسابات الحقيقية وبيتداول بطريقة اللو صراحة تداولاته جميلة جدا ولديه بروفيت 200 دولار على 100% نسبة صفقات الرابحة أمل موجودة وترجع من الدروب القوي اللي حصل لها وحالياً تمكن يمكن أنها بتعوض حتى اليوم فتح السفقات لهذا عندها مارجن محجوز للسفر. ريم <applause> الطنيجي <applause> تتداول بشكل جميل جدا جست ستيب باي ستيب تحقق ارباح مدروسه تداولاتها بسيطه ولكنها جميله جدا فنتمنى لك التوفيق يا ريم الطنيجي محمد سعيد موجود في المرتبه الخامسه كذلك لاحظنا البارح انه حصل على دروب ولكن رجع مره ثانيه متداوله فاطمه كذلك معنا 21 January I think هذا الحساب there is something with يعني هاي الاكونت راح نكتب بالقلم أنه فيه مشكل في حسابك يا فاطمة زايد طينيجي معانا في المرتبة السابعة موجود كذلك تداولاته جميلة جدا محافظ على الأداء بتاعه شفناها كثير توب 10 اكويتي اوكي شفنا كذلك كثير زي الطينيجي كان سابقا في المرتبه العاشره ولكن حاليا موجود في المرتبه السابعه هدى كانت بعده ولكن حاليا كذلك موجوده معنا في التوب 10 طارق في المرتبه التاسعه و وطريق وناصر كذلك في المرتبة العاشرة كذلك ناصر في المرتبة العاشرة فبالتالي أنا عندي طريق ناصر يجب أنني أتكلم مع الدعم خصوصا فهذا هي تغطية بتاع توب 10 ما تحتاجش انك تعمل ريس تحتاج فقط انك تنمي حسابك جست ستاب باي ستاب وحتلاحظ انه ستاب باي ستاب يمكن تخليك انت في التوب 10 اكثر الصفقات التي تم تداولها موجودة بين جولد والناسداك ولكن بنشوف حاليا انه لدي الجولد نسبة نجاح 81% على 576 صفقة يليه الناسداك يليه الاويل لفترة زمنية محترمة شفنا هذا الاداء انا ايش يمكن اسوي يمكن انني افتح هذا اليوتيوب على جنب بهذه الطريقة في نفس الوقت افتح هذه الخريطة في الطريقة الثانية لاني اريد اشوف تغيرات الخريطة نعيمة في المرتبة الاولى عائشة يوسف البارح كانت في المرتبة الثانية عائشة يوسف ما هي موجودة اليوم في التوب 10 محمد السعدي موجود أمل شفناها في المرتبة الخامسة تحسنت إلى المرتبة الثالثة ريم الطنيجي في المرتبة الرابعة كانت في المرتبة السادسة تحسن محمد سعيد يتراجع إلى المرتبة الخامسة بعد أنه كان في المرتبة الرابعة فاطمة بتحافظ تقريبا أو تحسن نفسها درجة إلى الأعلى زايد كذلك بيحسن نفسه بدرجة إلى الأعلى هدى تكون في المرتبة التاسعة اليوم الثامنة البارح كانت في التاسعة طارق وناصر يعني تقريبا بعض التغييرات ولكن عائشة يوسف هي اللي فقدناها من الطوبتان هذا هو التغييرات او التغيير اللي كان في هذه المسابقة بنرجع مرة ثانية بنقول انه في النقطة هي ضع صورة من على ماي بروفايل ضع بايو ضع علم الدولة بتاعك حتى بنكون نعرفك ان شاء الله يكون بي نكون صداقه يعني مع بعض ان صح التعبير جميع التداولات راح تنفذ على منصه ماتريك سي اي في حاله الحسابات التجريبيه السبب واضح باك تيست حتى تبني استراتيجيه انت محتاج انك بتجربها حتى تجربها انت محتاج ديمو اكونت. والاهم من هذا ان الديمو اكونت ما يختفي في شهر اذا الديمو اكونت اختفى في شهر انت راح تفقد جميع ستاتستكس اللي جمعتها حول هاي الطريقه بتاع التداول فبالتالي ننصحك انك على الماتريكس اي اي اطلب حساب تجريبي حيعطوك واليوم خلونا نتكلم على الاوتو تريدينج على نفس البورتل يمكن تجي هنا وتشوف الاوتو تريدين وتشوف اننا اضفنا الاوتو تريدين من على هاي النقطه ايش هو الاوتو تريدين ببساطه شرحناه سابقا هو عباره عن روبوت اجريسيف يقوم بفتح صفقات شراء وبيع انت في الاساس تعين له حدود الاصل المالي تعين له اللوت اللي بيدخل عليه تعين له تيك بروفيت ان دولار ستوب لوز ان دولار يفتح الصفقة كل وان مينيت uh, كم صفقة يمكن انه يفتحها مينيمم برايس بتوين يعني ستيب باي ستيب يعني انه مثلا لو يدخل في سعر خمسة دولار وينزل السعر الى ربعة دولار هل يفتح صفقة او لا يعني فبالتالي هاي هي الامور قدمناها سابقا روبوت الاوتو تريدين وخلونا نسوي مثال بسيط هنا لدي فقط خيار الجولد هذا هو حساب التداول الذي موجود حاليا هنا أمامكم وهو حساب 16500 اللي فيه حاليا تقريب إكويتي 25K احنا نتكلم على هذا الحساب اللي موجود هنا اللي بينتهي ب 401 هذا هو الحساب اللي ينتهي ب 401 اروح للاوتو تريدر اولا الاوتو تريدر هذا بيتداول حاليا فقط على الذهب فانا اشوف سعر الذهب حاليا كيف وكان سعر الذهب يصعد اذا رايح اطلب من الاوتو تريدر انه يكون في الصعود هذا كتجريب وحاشرح كيف تستعملوه لاحقا ما هو الرانج اللي يشتغل فيه الروبوت انا اشغله مثلا من ألف 1442 الى ألف 1300 وثلاثة وسبعين ألفين وأربعمية واثنين وربعين إلى ألفين وثلاثمية وسبعين مثلا أنا راح نختار هذا الرينج في الباي يقول لك الانيشيال هو اللي يكون صغير يعني. فبالتالي انت تعكسهم فقط لانك تصعد فبالتالي تبدا من السعر هذا اللي في الاسفل الى السعر اللي في الاعلى بكذا يكون هذا هو رانج اللي يشتغل فيه الروبوت الروبوت راح يشتغل بطريقة 0.01 لود في كل صفقة راح يستهدف أنه يربح 1 دولار فقط في الصفقة 1 دولار of movement يعني الذهب حاليا 17 لما يوصل 18 أنا بيأخذ التيك بروفيت معايا و stop loss راح نستهدف أنني نعطي له stop loss واسع 20 دولار يقول لي هل تريد أنه يتداول مرة واحدة أقول له no أريد كل واحد دقيقة بيشيك على المينيموم برايس تشينج يكون واحد دولار يعني في كل دقيقة إذا وجد الصفقة الأولى مفتوحة مثلا في سعر 17 والصفقة الثانية إما فوق بدولار أو إما أسفل بدولار فهو يقوم بفتحها اوتوماتيكلي مينيموم تريد أنا أريد يتداول عدد هائل من التداولات. بعد انني اضع الافكار الاساسيه يمكن انني اعمل له ستارت باك تيستين ايش معناته ستارت باك تيستين معناته ماذا لو تقوم تجرب لهذا البوت بهذه الاشياء الين اللحظه هذه بيقول لك انه سوى البوت مع قيمته 3137 تريد وعادة قاعد يربح بسبب ان السوق يدفع الفوق واحنا بندفع مع السوق الفوق لاحظ انني بمجرد أنا هنا لازم اقسم الشاشه على مرتين بمجرد انني اضغط على سيف تبدا عمليه التداول سيف سيف congratulations بيشيك بيفتح صفقه وهنا تم فتح الصفقه فحاليا الروبوت من ماتريكس اي آل هو اللي مستلم فتح الصفقات ما اين هو او ان جي انا الاوردر بوزيشن واشوف الجولد باي 0.01 أنا الذي طلبت منه فوليوم 0.01 أين دخل؟ دخل في سعر 18 أين وضع تيك بروفيت فوق بواحد دولار زائد سبريد وأنا وضع ستوب لوز من 18 إلى 97 فمعناته وضع ستوب لوز تحت ب 20 دولار فكذا تستوي لي الصفقة بتاعي هذا الروبوت شغلته على مدار الاتجاه الصاعد ويمكن تشوف اليوم الاكونت كيف لانني فقط كنت مشغل في الاتجاه وكان ياخذ اونلي سمول بروفيت سمول بروفيت سمول بروفيت ريسك شبه معدوم عامل 53 دولار مثلا من نقطة الانطلاق اللي كانت على الساعة الخامسة واربعة عشر دقيقة أول صفقة فتحناها اليوم إلى الخامسة وثلاثة واربعين دقيقة مو انا اللي داولتهم مانيال بل البوت هو اللي داولهم وعامل 53 فبالتالي حتى تستعمل البوت بطريقه صحيحه وبطريقه اللي بتخليك انك تاخذ فكره اوسع في الاسواق المالية انت محتاج او احنا محتاجين على الاقل اننا نضبط بعض الأف... بعض الافكار نذكر دائما ان البوت هذا شيء مساعد لك هذا البوت شيء بيعمل لك سبورت في السوق ولكن انت في الاول وفي الاخير اللي تحتاج تكون فاهم القضية انت اللي تحتاج تعرف انه الاتجاه صاعد وتفتح البوت باتجاه الصعود بتسوي تيك بروفيت إما كبير وإما صغير أنا هنا قاعد أعمل بطريقة الأجريسيف سكالبين حاليا تقريب السوق فقد الزخم بتاع السعودي ولكن عادي ما زلنا في نفس الفكرة مننزل إلى الوان مينيت أساس نحصل على فكرة أوسع من عملية تنفيذ هاي الاوردرات فهذا صورة عندكم فيمكن أنك تدرسها مرة ثانية بتشوفها إيش معناها خلونا نتكلم على استعمالات البوت استعمال البوت رقم واحد هو حالة الحركة الاتجاهية لو تكتبوا استراتيجيات المومنتوم أو استراتيجيات الزخم هذا شيء معروف ويتم تداوله بطريقة واسعة جدا انه فيه نوع من التداول هذا النوع بيشوف السعر وين بينفجر وين 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 الحركة كيف تكون او الحركة في اي وقت رايحة تكون ويفتح يعني على حسب الحركة هاي الصفقة اللي فتحناها توا في الاكونت هيستوري فتحناها على الساعة السابعة وخمسين دقيقة. أنا هنا لدي 54 دقيقة فتحت على 57 أغلقت 57 وأخذت 1 أه دولار ونشوف أن هناك كذلك صفقة ثانية فتحت هنا ونشوف كذلك أن السوق يعمل ديفلوبمنت نفسه باتجاه الأعلى فبالتالي هذه شيء أو فكرة من أفكار الحركات الاتجاهية أو مومنتوم استراتيجيز تعتمد, الرو... تعتمد الروبوتات في استراتيجيات الزخم بشكل أساسي على الدخول في صفقات بناءً على قواعد الاتجاه الحالية. يهم في هذه الاستراتيجية وبشكل أساسي عدم التداول ضد الاتجاه. يعني في اتجاهيات أو في استراتيجيات الزخم أنت بتعين الاتجاه العام بتاع السوق وتشغل الروبوت بحيث يأخذ. تداولاته مع هذا الاتجاه العام بتاع السوق يمكن نميزه اتجاهين في السوق اتجاه صاعد والاتجاه الهابط فإذا كان لدي اتجاه صاعد التداول مع اتجاه يعطيني فقط خيار الباي في عملية التداول فلهذا أنا هنا نطلب منه فقط يسوي عملية باي أما عملية السال فهي فارغة مثل ما تشوف ما عنديش عملية بيع عندي فقط عملية الباي لانه الاتجاه صاعد اذا كان الاتجاه نازل وعندي طريقه كيف اقرا ان الاتجاه نازل بنفس الطريقه انا اشغل البوت مع الاتجاه النازل وخاصه اذا خليته ياخذ only small profit every time every time and every time اللوت بما يتناسب مع احتياجاتك هذه هي الطريقة أو الأسلوب الأول مثلا من أساليب الأوتو تريدين أو هذا البوتس اللي يعملوا بهاي الطريقة الأسلوب الثاني وهو في حالة الحركة الجانبية من المفروض هنا البوت يصبح يستعمل نفس المبدأ اللي بيستعملوه خوارزميات أو الخوارزميات عالية التردد أو ما يسمى بالهاي فريكوانسي تريدين ببساطة يعتمد هذا الأسلوب على تنفيذ عدد كبير من الصفقات مستفيدا من التحركات الصغيرة في الأسعار ضمن الحركة الجانبية لتحقيق أرباح صغيرة ولكن متكررة يمكن للروبوت الاستفادة من هذا النوع من الحركات ببساطة ومثال بسيط خير الكلام ما قل ودل أنا هنا ايش عندي عندي حركة اتجاهية واضحة. في الحركة الاتجاهية الواضحة مرات السوق بينزل يعلو ينزل, يعلو ينزل يعلو ينزل يعلو ينزل يعلو هنا في الاتجاه احنا بنقول فقط go with the trend مثل ما بيقولون استراتيجيات الزخم لما يكون السوق رينج فبالتالي انت يمكن تشتغل باي اند سيل على هذا الرينج تحدد للروبوت السعر الأول تحدد الروبوت السعر الثاني تحدد للروبوت ستيبس أو الخطوة بخطوة اللي بيشيكها كل مرة قبل أنه يفتح الصفقة وتطلق الروبوت باي اند سيل سمول بروفيت ولكن يشتغل لك على هاي الأشياء بمجرد أنه يكسر السوق هذا المستوى إلى الأسفل أو إلى الأعلى أنت توقف استراتيجية الزخم إستراتيجية الهاي وتنتقل الى استراتيجية الزخم بحيث انك فقط تبيع او تشتري آه، هذا الروبوتات قابلة اننا بننفذها على حسابات تجريبية فبالتالي خذ راحتك سوي لك حساب تجريبي سوي لك حساب تجريبي شغل فيه الروبوت اختبر الاداء بتاعه اختبر الريسك بتاعه اختبر الى اي مدى يمكن الروبوت يعاونك او يساعدك في عمليه التداول فبالتالي هاي هي او هذا هو الشيء اللي اضفناه حاليا هنا وهو ما يسمى بالاوطو تريدين او طريقه التداول عن طريق هذا الروبوت نذكر مره ثانيه سعر الرينج بدايته نهايته الحجم بتاع التداول اللي بيدخل بها الروبوت بيستهدف كم من دولار و... و... وستوب لوس كم من دولار انا حاليا هنا يمكن انني اسوي عمليه ديليت بهاي الطريقه بيختفي كل شيء والروبوت يتوقف واعمل ران اجين نستعمل نفس الطريقه خلوني اصغر لكم بهاي الطريقه نستعمل نفس الطريقه. نفتح الروبوت من 400 الى 500 فبالتالي وين الروبوت اقول له الانيشال بتاعك بيكون 2400 الفاينل يكون 2500 الفوليوم يكون 1 لوت تيك بروفيت يكون لا 0.2 يقبل يكون صغيره هل يقبلها في الاساس في التنفيذ او لا بنشوف عشرين نفس الطريقة لأننا بنجرب فقط now one minute افتح لي تسعمية وتسعة وتسعين تريدا المينيموم تاع كل فتحة بتكون هي البروفيت نفسه after making any change شوف ما خلاني نفتح الصفقة ولكن لو أضع هذا one وهذا وان الفوليوم one صفر uh, فاصل 0.5 أريد أجرب 0.5 يعني في هذه الصفحة أوكي الروبوت دخل حيز الخدمة وهنا فتحنا one load take بروفيت profit كان فتحنا في 19 أوكي فبالتالي أموره يعني زين فتحنا عند 19 42 بروفيت كان في عشرين سبعة وعشرين وبالتالي ذاتس زيرو بوينت مع السبريد يعني وبالتالي إذا فيها أسئلة معينة فيما يخص هذا الروبوت نذكر مرة ثانية من أن هذا الشيء ما هو إلا advisor أو مساعد تداول يجب أن تفهم زين أنه هاي الأشياء هي تساعدك في التداول لأن فكرة التداول already بتكون عندك وإنت اللي تفكر كيف تطبق هاي الفكرة بتاع التداول هاي الروبوتات فقط بتساعدك انها تاخذ لك التنفيذ وبالتالي بتزيد من كفاءة تداولاتك عن طريق انها تنفذ لك بشكل مباشر عدا ذلك مين يهندس الصفقة مين يهندس الفكرة مين يشوف الليفلز مين يضع الليفلز بتاعه بتكون انت في الاول وفي الأخير. الاس 500 منذ اخر مرة رسمناه شفناه انه بدا يرجع لهذه المنطقة القوية وهي منطقة البارحة اللي صادق عندها مشكل كبير وعويس بيريد انه يرجع لها مره ثانيه بيريد انه يعمل لها آه الجولد موجود هنا في كانه كذلك ممسوك في الليفلز اللي موجوده هنا بنريده انه يثبت وليس انه يعمل تراش اذا بيرجع مره ثانيه بيمكن يرتفع لاسباب التي ذكرناها سابقا وهو مشاكل جيوسياسيه موجوده هنا اند هير نازداك نازداك قاعد يسلك مسلك uh, الاس بي 500 هذه هي اخر مره نزلنا منها بقوه فبالتالي هي نفسها ما زالت uh, بتوقف ال السوق انه بيصعد نعم ما فيش حدود ما فيش حدود يعني ما فيش حدود لاستعمالك للروبوت بتريد انك بتخلي التيك بروفيت كبير وستوب لوس صغير بتريد انك تخلي الفوليوم صغير وستوب لوس كبير فبالتالي انت وراحتك انت اللي بتحدد هذا الشيء قبل كل شيء منصه ماتريكس اي بتقبل الحسابات التجريبيه انها تضاف اليها فبالتالي منصة ماتريكس اي اي بتأهلك انك بتجرب كل شيء على الحسابات التجريبية قبل انك اصلا تنتقل وتجربها في حسابك الحقيقي جرب افكارك الخاصة في الحسابات التجريبية جرب افكارك في الباك تيستين لاحظ لاحظ انه عملت باك تيست من هنا بيقول لي انه هذه الاستراتيجيه اللي فيها واحد فوليوم 0.5 20 لو طبقتها اليوم من 7 8 الى 8 8 الى حد هذا الوقت بيقول لي انه ريلي really بتسوي لك مشاكل وبتخسر بها توتال بروفيت عظيم والخساره بتكون عظيمه ماذا لو تكلمنا منذ بدايه الجلسه الامريكيه الى الحين اوكي زين إذا طبقناها منذ بداية الجلسة الأمريكية لليوم إلى وقتنا الحالي بتكون عاملة بروفيت أربعة وعشرين تريدة فقط آه ثلاثة تداولات كانت خاسرة ولكن لا دائما تتذكر أنه ستوب لوز هو ربعين ضعف التيك بروفيت بتاعي فبالتالي الريسك مانجمنت بتاعك كيف يستوي أو كيف أنت بتضبطه هذا بيكون. أمر في غاية الأهمية أوكي بيكون أمر في غاية الأهمية إذا فيه أسئلة فضلوا أحاول أنني أجاوبكم لا تدخر طاقة لا تدخر مجهود السؤال هو طريق التعلم فبالتالي أطرح السؤال دائما just ask the questions كل ما كانت أسئلتك قوية كل ما كانت استفادتك أقوى يعني. شي جيد للأشخاص اللي حابين يضربوا بس اسمها ستوك سبلايت. أولا علي أنني أسألك ماذا تقصد بستوك سبلايت. بيهمني أنني نفهم الكونتكست بتاع يعني سياق ستوك سبلايت اللي تسأل عليه. ايش تقصد به بالذات لانه انتم ما تعرفوا انه لما لما نقرا سؤال لا يا حبيبي لما نتكلم لهذا سالتك ضمن الكونتكست لاننا لما نقول اننا أو لما نتكلم على ستوكس flight انقسام الأسهم اللي قصدتها أنت أجيب قدمي وأجيب لدي شركة الشركة مسوية بيزنس حلو إيراداتها حلوة عندها فلوس هذه الشركة راح تجذب المستثمرين من كل حدب وصوب حتى يستثمروا فيها وبالتالي كيف تستثمر فيها الشركة شركة مساهمات عامة فبالتالي ستوكس هما طريقة الاستثمار في شركات المساهمة العامة هذا أو الأسهم اللي موجودة هنا آه تدفق المستثمرين والاستثمارات إليها بيخلي السهم يصعد 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 ويصبح سهم بريميوم يعني غالي ببساطة شديدة لما يكون السهم غالي على فكرة مو جميع البروكرز تسمح لك بالفراكشن أو بأنك تشتري جزء من السهم بروكرات كثيرة تطلب منك وتقول لك يا طويل العمر إذا بتريد تشتري يجب انك تشتري السهم يعني انت تشتري انت يعني دور للوحده يعني ما تشتري واحد او اثنين وعشر ما يمكن تشتري واحد فاصل خمسه اوكي فبالتالي تخيل ان السهم كان معايا مئة دولار وفجأة سوى بامب ووصل إلى فوق ألف دولار وانت ما يمكن او جل البروكرز ما يمكن انهم يشتريوا سهم الا بطريقه الاي انت e يعني الا بطريقه واحد اثنين خمسه عشره فالسهم ابو الالف دولار يصبح بريميوم او يصبح اكسبنسيف فور ذا سمول تريدرز او ذا سمول انفسترز او ايا إن كان يصبح ريلي really غالي يعني فبالتالي الشركه ايش تقرر؟ تقرر انها تقسم السهم السهم هذا اللي بيستوي ب 1000 دولار احنا بنقسموه على عشرة ومنه بنخلق من سهم واحد عشرة اسهم كل سهم قيمته 100 دولار مادام قيمته قصيرة او قيمته صغيرة فبالتالي هذا بيفتح لنا باب اكبر على المستثمرين والمتداولين الصغار فهذا هو اللي نسميه انقسام الاسهم مين يقرر انقسام الاسهم الشركه نفسها هي التي تقرر انقسام الاسهم لماذا بتقرر انقسام الاسهم كل ما كانت الاسهم قيمتها متدنيه كل ما كان هذا مناسب اكثر للانفسترز وللمتداولين انت مثلا كنت شاري 100 سهم من هاي الشركه ال 100 سهم بتاعك اشتريته انت ب 100 دولار والشركه انفجرت زي الانفيديا واحده من الشركات اللي قسمت اسهمها عن قريب هي شركه انفيديا والسهم استوى ب 1000 دولار اذا انت حاليا عندك 100 سهم السهم يستوي لك ب 1000 دولار المجموع بتاع القيمه بتاع الاسهم بتاعك هي مئة الف دولار الشركه بتقرر انها تقسم الاسهم فبالتالي ال100 سهم اللي كانت عندك الشركة قررت أنها تجعل السهم قسم على عشرة معناته تجعل السهم فقط بقيمة مئة دولار أنت كان عندك مئة سهم فبالتالي تفتح المحفظة أجان بعد التقسيم تجد عندك ألف سهم وكل سهم قيمته مئة دولار هي القيمة الجديدة للسهم بعد التقسيم ألف في مئة يبقى لك مئة دولار يعني في الأول كان عندك 100 ستوكس وهنا أصبح لديك 1000 ستوب فبالتالي هاي العملية الحسابية اللي بتحدث في البورتفوليو ما تعمل ولا امباكت عليك فهمتني العملية هذه او الحسبة هذه اللي بتحدث في خلال عملية التقسيم ما تعمل حتى يعني ما تعمل حتى تأثير على البورتفوليو بتاعك اذا كنت انت عندك مئة الف دولار راح تجد انه مئة الف دولار ما زالت فقط عدد الاسهم في البورتفوليو بتاعك اصبح اكبر أه ماذا او فيما يساعد تقسيم الاسهم يمكن انك تتابع فكره أن تقسيم الاسهم يجذب مستثمرين اكثر فبالتالي it's time to that's it هذا هو الجواب اذا قسم السهم انت تفكر ان الشركه عينها على المستثمرين وتريد تجذب أكبر قدر ممكن من الناس أساس يشتروا هذا السهم فبالتالي يمكن تفكر في الباي أوكي يمكن أتفكر في الباي أه كطريقة مضاربية إذا الشركة بقوة فيديا وقسمة الأسهم يمكن تفكر في الانفستسمنت على طول تشتري وتهولدي عندك في البورتفوليو هذا انقسام ستوك سبلايد فيه العكس أو ما يسمى بالانقسام العكسي الشركة بتجمع الشركة عندها 10 دولار لكل سهم تجمع عشرة أسهم بتخلق منهم indicator بيكون قيمته 100 دولار فيه كذلك الانقسام العكسي وين يمكن نلاحظ هذا الانقسام العكسي عادة مو الانقسام العكسي هو أشبه بالتجميع وين نلاحظوا أنه فيه شركات تسوي ستوكس بتاعها غالي جدا هذا اللحظه عادة في صناديق التحوط والاستثمار لماذا؟ مبدأ الصندوق بتاع الاستثمار هو صندوق المدير بتاع وارن بافت مثلا آه الصندوق يسوي شيء اسمه الاربيتراج مو آه استاتيك آه مست... مست... معناته انه بيسوق أن يا مستثمرين بإمكانكم أنكم تجيوا وتضخوا فلوس داخل هذا الصندوق على أساس نستثمر نستثمر لكم به عادة بيسويوها نهاية العام في شهر ديسمبر بداية العام جانيوري يعني 15 يوم من هنا 15 يوم من هنا الصندوق بيفتح أبوابه للمستثمرين بيحسب فلوس المستثمرين القدامى يقدم لهم فلوس وبعدين يحسب ارباح او يحسب او يفتح الباب امام المستثمرين الجدد أه هاي الصناديق يضعوا فيها المستثمرين فلوس بعدين تغلق وتسوي واحد الاجريمنت مع المستثمر انه ما يشيل فلوسه مو اليوم تحط مئة الف دولار غدا بتقول ابي ممنوع فيها اجريمنت تمضي عليها انك مثلا يمكن تسحب فلوسك مثلا في شهر ستة او في اخر العام يعني او انهم يقدموا لك فلوس في اخر العام Anyway. بهاي الفكرة بهاي الفكرة هذا الصندوق هنا يصبح مهم وخاصة لأنه عساس يقدر يدير هذاك الأمونت البيج أوف ماني مرات محتاج أنه يقفل باب الاستثمار أمام الأشخاص كيف تقفل باب الاستثمار أمام الأشخاص مرات الدخول ليه يكون عن طريق شراء الأسهم فبالتالي مرات هو يعكس عملية الأسهم بحيث يخلي الأسهم غالية جدا وإحنا شفنا صناديق من قبل أسهمها فوق المئة دولار عادي أساس أنك تنضم كمستثمر لهذا الصندوق السهم بتاعه يعمل مئة دولار والسبب هما ما يريدوا المستثمرين الصغار سبب هما يريدوا حوت كبير عنده ملتي مليونز دولار بضغط فلوسه أه دفعة واحدة في هذا الصندوق، فهذه هي أفكار الاستثمار إذا عندك، آه يعني إذا عندك دائما، إذا عندك دائما، آه أفكار أو كذا، أو يمكن أنك تبحث عنها، نجيو. انتم تعرفوني حاليا انني لما نقول شيء ابي دائما انني نعطي امثلة من الواقع وابي دائما انني نفتح لك شيء اساس تشوف هذا الشيء لانه لازم تفهموا احنا هنا ما قاعدين نتكلموا من وحي الخيال هاي كلها علم وهاي كلها امور موجودة The five most expensive stocks in the world ما هي اغلى الاسهم اللي موجودة في العالم بتنزل بهاي الطريقة بيكتب لك أنه أغلى أسهم موجودة في العالم رقم واحد مين هي؟ مين هذا؟ مين يعرف مين هذا؟ من غير ما تبحثوا في الجوجل، مين يقول لي مين هذا؟ ولمن يعود هذا الشيء؟ اللي يعرف يكتب لي ناصر ناصر سفاح ناصر شكرا جزيلا صحيح إجابتك تذكرون أني مرات كثيرة أفتح لكم ماركت كاب مرات كثيرة راويتكم هذا الويب سايت لأنه أسهل ويب يمكن حتى المبتدئ أنه يفهمه هذه هي الشركات حسب ترتيبات القيمة السوقية بتاعها لو ننزل درجتين إلى الأسفل نزيد واحد الرمز واسمه بي وهذا هو البي اتش وهذا هو رقم ثمانيه كأكبر شركه في العالم هي الثامنة شركه في العالم بننزل الى الاسفل وبنشوف بعض المعلومات بتاع الشركه هاي ولمن تعود هذه الشركه تعود الى وارن بافيت وارن بافيت المستثمر الامريكي المشهور هو صاحب شركه او صاحب صندوق الاستثمار الكبير بيركشاير هاثاواي هذا هو صندوق وارن بافت وارن بافت معروف انه مستثمر امريكي مشهور بيجمع فلوس من المستثمرين وبيستثمر لهم رفقه راس ماله لانه هو اوريدي هو لوحده عنده حوالي 132 مليار دولار من وين عرفت هذا الشيء افتح كذا واكتب بليونيرز اندكس اولا عندك من بلومبرغ وعندك من فوربس انت واللي تريد خلينا نفتح الثاني وبنشوف من هم اغنى اغنياء العالم تنزل وارن بافت حاليا قيمته او نت وورث بتاعه 135 مليار دولار وهو المدير بتاع بيكشير هذا وي ويبلغ من العمر 93 سنه وتشينج ارتفعت ثروته 978 مليون دولار وما إلى غير ذلك فالصندوق حاليا قيمته السوقية 926 مليار وارن بافت عنده 135 مليار دولار that means there is other investors مع وارن بافت من بينهم الراحل شارلي شارلي كان صديق سديق لسنوية عقود مع وارن بافت هو كذلك مستثمر وهو كذلك النائب بتاعه في الصندوق فبالتالي لو تجي زي كذا بيقول لك عساس تحصل على بيركشير هذا ويكلاس كلاس اي انت محتاج تدفع 62 انت محتاج تدفع 628 الف دولار وهذا معروفة هذا الشيء لماذا؟ لأنهم ما يريدوا مستثمرين يريدوا فقط حيتان كبيرة فبالتالي أساس تحصل على كرسي معاهم وجلسة معاهم يميلوا أنهم بيخليوا الأسهم بتاعهم غالية جدا يمكن تطلع على إيكونومي تطلع على يعني كذا سورس أو كذا مصدر لهذه المعلومات وتقرأ وتبحث وتفكر why why it's it's looking like that يعني دائما لازم أنك تبحث مرة ثانية ويقول لك ENC class A بتعلم Berkshire Hathaway ب 612 ألف دولار كذلك مكتوبة هنا ويمكن أنك تشوف أنه موجود على بورصة نيويورك تطالع كذلك مرة ثالثة معروف أنه هذا الصندوق عملاق بالمعنى الحرفي وما يقبلوا المستثمرين فلهذا مغليين القضيه، يو يعني ما يريدوا الصغار يريدوا فقط الكبار، فبالتالي اقول لك بنفس الطريقه انك اذا تبحث انت على فكره معينه من السوق، او اذا تبحث انت على فكره من خلال انقسام الاسهم، سواء الانقسام هذا او العكس انهم بيخليوا السهم الغالي، فعاده لما تخلي سهم غالي انت عادة تعمل ليميتيشن على المستثمرين أنهم يدخلوا الشركة بتاعك أنت لما تقسم الأسهم إلى العديد من الأسهم الصغيرة أنت بتريد تستقطب مستثمرين أكثر فبالتالي تريد أنك بتسوي فلوس بشكل أو أنك تصعد في قيمة الشركة بشكل أكبر تطبيقات بتاع هذا البوت اليوم هذه صفقة ثم استعملنا والوت إلى حد هذا الوقت جايب معانا ثمانية ستاش ميتين وربعين دولار ولكن والله تعتبر ثقيلة نوعا ما يعني ما تقتر بهاي الأرباح دائما لازم تكون فاهم الحدود بتاعك من الأسواق Adjustment. مازال السوق يميل أنه يمكن يضرب باتجاه الأعلى ويعاود يختبر هاي المستويات كم عندي صفقة مفتوحة هنا بنشوفه مثلا في مثلا حسابات بسيطة فقط عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اوريدي فوق اللازم هذه لانها حجزت لي الفين واربعمية مارجن فبالتالي انا مقرر انني نوقف ذا كوبي تريدر نغلق القضية هاي تذهب عني ثم اطلب هذا ثم اقول له شكرا كيف نوقف انا البوت إما نسوي له اوف بيتوقف او سيف اوف سيف هاي يتوقف حاليا البوت حاليا يصبح متوقف اذا بتريد تشغله ثانيا دير اون اذا تريد تحذف كل شيء نسوي ديليت الماركت ضارب باتجاه الاعلى قفز قفزه قويه باتجاه الاعلى في اخر سام فبالتالي الماركت قفل كم مازال فقط اثنين صفقات هو قريب جدا يمكن انه يختبر الهاي هذا باعتبار انه فيه اخبار انه فيه مشاكل اخرى بتجيكو للميدل ايست فبالتالي هذه العملية بتاع اليوم مدعومة من فكرة صعود الاسواق بعد المشاكل بتاع الميدل ايست بتاع الجولد وكذا بتكون مثلا آه، كم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية صفقات يعني بمارجن الفين دولار عطوك خير وبركة المهم ركز مرة ثانية آه، تتداول على طريقة الهاي فريكوينسي تريدين أو تتداول على طريقة الاتجاه في الاتجاه راح يكون عندك خيار واحد لوكس فور سمول بروفيت وفي الحركة الجانبية راح يكون عندك باي على طريقة الهاي فريكونسي تريدين جرب كل شيء في الديمو اكاونت ما تجرب في الريال اكاونت جرب في الديمو اكاونت لما تحصل على فكرة أوسع في استعمال البوت go and trade in your real كان معكم أخوكم زياد أنهينا الأسئلة شرحنا أفكار حلوة نراكم في الأحد القادم وشكراً